نروح حضراتكم لموضوع آخر. ومجلس الوزراء وافق على تمديد فترة السماح لاستقبال التحويلات المالية لمدة شهر إضافي لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ده تسهيلا على الناس اللي بيواجهوا صعوبات في إتمام الإجراءات في الفترة اللي فاتت. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة صناعة السيارات. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يا أهلا بيك. وصلنا لإيه يا فندم في هذه المبادرة؟ والله طبعا بص، طبعا هي المبادره كانت اتعملت السنه اللي فاتت، وكانت قعدت حوالي 6 شهور، وتم تمديدها المره دي كمان لمده 6 شهور السنه دي. طبعا المغتربين مش عايزين نقول ان احنا مش محظوظين مع المغتربين، ان المره اللي فاتت كان في مشكله في اول مره، لان كان في بعض المعوقات وبعض القوانين المعجزه للمغتربين تم الاستثناء عنها وتم التفاوض فيها والحمد لله انتهت. من المرة دي برضك حصل نفس الموضوع، إجراءات تانية أخرى أدت إلى أن بعض طبعا موضوع الدولار وارتفاع سعر الدولار، فأدى إلى أن طبعا مبادرة المغتربين قد تكون ما حققتش الغرض منها. يعني مش عايزين نقول إنها الحمد لله هي طبعا كويسة وتمام وعملت نتائج إيجابية، ولكن مش نفس النتائج الإيجابية اللي إحنا كنا متوقعينها، اللي إحنا كنا بنفترض إن هي ممكن تحقق منها إيرادات أعلى من كده. إحنا عندنا حوالي 15 مليون مغترب في خارج مصر، احنا كنا متوقعين على الاقل منها ب 10% بس اللي يتم استخدام هذه المبادره، يعني نوصل حوالي 1.5 مليون سياره، لكن طبعا النتائج اللي اتحققت ما كانش هي النتائج المرجوه من هذه المبادره. طيب يعني يا فندم نقدر نقول انه هذا القرار هيسهل على المصريين في الخارج اللي بيواجهوا صعوبات خاصه بالتحويلات الفتره اللي فاتت، وبرده خلينا نعرف من حضرتك كانت ايه الصعوبات اصلا اللي بيواجهوها المصريين في الخارج؟ والله طبعا بص، الصعوبات الاول كانت في القوانين خرجت في بدايه المبادره، ان لابد من يكون المغترب موجود، اللي هيصدر عربيه لازم تصدر من بلد المنشا، البلد اللي هو مغترب فيها. الناس اللي كانت مغتربه في اوروبا كان بيفترض انهم يعفى من الضرائب، بيعفى من الجمارك والضرائب. المغتربين الموجودين في الدول الغير اوروبيه كان لابد ان هو يعفى، يتم سداد جمارك الضرائب، لابد ان هو يكون الحسابات بتاعته قائمه قبل تحويل الفلوس، لابد ان يكون ما تعداش عليه الحسابات، يكون عدى عليها 3 شهور في الحسابات. بعض الاجراءات المغتربين كانت بتعترضهم في الفتره الاولانيه. بعد كده تم الاستغناء عنها وبدا اعفاء المصريين الموجودين في خارج دول اوروبا، ان يتم سداد باعفاء 70% من قيمه الجمرك، وان بدل ما كان الاول الحسابات تكون في الحساب مبلغ معين قبل التحويل تم الاستغناء عنها، فتحت بعض الامور تم التنازل عنها في المرحله الاوليه. بس فطبعا المرحله الثانيه تم الاستغناء عن كل هذه القرارات، وبدات العمليه في بدايتها كانت كويسه جدا، وكانت الارقام معقوله ومطلوبه، المطلوب كان منها موجود منها كان موجوده. بس طبعا بقى مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الدولار ومشكله الدولار طبعا اثر تاثير كبير جدا على تحويل المصريين المغتربين في مصر. لكن اعتقد ان هي نقطه مهمه جدا، ان احنا ندرك ان احنا كان عندنا مشكله في التطبيق في البدايه ونبتدي نعالج هذه المشكله. بالضبط حصل. تمام. طيب ايه اهميه توفير اليات بديله للتحويل المالي؟ والله بص، طبعا كل مواد احنا اتسهلنا على المغترب، لان طبعا احنا في الفتره الاخيره كان بعض المغتربين بيخشوا يحطوا يعني يتم اللي هم التسجيل، فكان في الطلب كان كبير جدا على التحويلات، فكانت المده كانت بطأ، كانت المده في الفتره الاخيره كانت قصيره جدا، فكان في صعوبات في التحويلات، وكان في صعوبات في قبول الطلبات، وكان في صعوبات في ان هم يلاقوا الاجراءات سهله بالنسبه لهم. فمعنى ان انا اديهم اليات جديده واديهم ان انا امد لهم مده فتره شهر ان هم يتحولوا الفلوس اللي كان الناس اللي كانت حاجزه، فاعتقد دي هتسهل كتير جدا وهتدعم من حجم الايرادات اللي ممكن تيجي من المغتربين. طيب بالنسبه يا فندم للحل المتعلق باستخدام عده خيارات لاتمام التحويلات خلال الفتره الممتده، يعني حضرتك ممكن لو ممكن كمان تقول للساده المشاهدين تطلعهم على ايه هي الخيارات المتاحه، وايه اهميه جلب المبالغ نقدا عبر المنافذ الجويه او البحريه لايداعها في حساب المبادره بالبنك الاهلي المصري، يعني اشرح لنا التفصيله دي يا فندم. ما بقول دي حضرتك طبعا احنا معنى ان احنا يبقى عندنا عده طرق للتحويلات زي ما قلت لحضرتك، دي بتساعد شويه او بتدعم
حجم الايرادات اللي ممكن تيجي، وبتخف على الضغط على البنوك المصريه اللي تم او تحويلات الارقام الحسابات اللي موجوده المدعمه بان احنا يتم التحويل عليها. ان الفتره اللي فاتت كان في التحويلات كانت صعبه جدا ان الوصول اليها، فمعنى ان هنا يتم الاجراءات التحويليه اللي هي عده الطرق التحويليه اللي تمت الدوله اعلنت عنها، اللي هي ممكن تساعد على ان كل ما هو مختلف هيساعد على ان هو يحول عن طريق البريد المصري، عن طريق التحويلات البنكيه، عن طريق التحويلات اليدويه، عن طريق اي تحويلات موجوده بتم الاعلان عنها، هيسهل ويدعم في حجم الايرادات اللي ممكن تيجي من المغتربين. لان احنا مشكله المغترب ان هو لما بيجي يتم التحويل بيلاقي صعوبه كبيره جدا جدا في التحويلات، وبيلاقي صعوبه في ان هو ان يتم قبول الارقام او المبالغ بتاعته في الوقت المتوقع فيه. فبالتالي هو لما كل ما ادينا له فرصه ودعم في ان احنا نفتح له كل المنافذ وكل الخطوط للتحويلات، هيؤدي الى ان تسهيل على المغترب وتعظيم حجم الايرادات اللي هتيجي من القيمه الدولاريه اللي هتيجي من المغتربين. شكرا جزيلا للمهندس خالد سعد الامين العام لرابطه صناعه السيارات، الف شكر لحضرتك.